كامرأة وكتحت السن وداخلة في قائمة كبيرة، قائمة يعني كلها الأسماء اللي فيها زي ما قلنا أسماء كبيرة وكل واحد في مجاله تقيل وقوي، بتتعاملي إزاي وسط الكبار دول كلهم؟ والله حاسة أن الناس مش أنا لوحدي بتتعامل معايا، أنا وأحمد خالد حسنين ورامي نصوحي ومحمد طارق اللي هو حرام 5 شهور أو 6 شهور فاصلينه بس عن تحت السن، بيتعاملوا معنا بطريقة محترمة جدا، بيتعاملوا معنا أن احنا طول الوقت لينا رأي ورأي قوي. بصي اختصارا عشان ألخص لك وأطمن الناس، القايمة دي بتتعامل مع بعض ازاي. من أول يوم القايمة دي كابتن حسين لبيب قال حاجة، قال احنا هنقعد على طاولة ترابيزة على طاولة مجلس الإدارة، اختلفنا في قرار، في حاجة اسمها فوتينج من أصغر واحد لأكبر واحد، مفيش حاجة اسمها مفيش وان مان شو، مفيش الرئيس الخارق، مفيش كله هيشارك في القرار، كله هيتكلم في القرار، صغير زي الكبير بالظبط، كله هيشارك في القرار، ولو في قرار اختلفنا فيه هيكون في فوتينج. مره واحد سال كابتن حسين لبيب احد اعضاء الجمعيه العموميه في النادي، قال له هو انا لما يكون عندي مشكله هقابلكم كل يوم زي ما انا شايفكم كده وقت الانتخابات؟ قال له لا. فالراجل استغرب، يعني الطبيعي وقت الانتخابات ده انت بتقولي وعود وازاي، طب ازاي مش هنقابلك كل يوم؟ قال له عشان انت لو قابلتني كل يوم يبقى انا عندي سيستم مخترق، لان الطبيعي ان انا في 12 عضو 12 فرد في مجلس الاداره، بعد كده في لجان للناس اللي لو احنا نجحنا والناس اللي ما حلفهاش بحظ هيكونوا متواجدين معنا في اللجان ده، وهيتم الاستعانه بكفاءات ايضا من خارج المعترك الانتخابي كله، هيكون في مدير تنفيذي، هيكون في رئيس نشاط رياضي علشان الجانب الرياضي، هيكون في رؤساء قطاع للأجهزة الرياضية، هيكون في رؤساء أجهزة، هيكون في حاجات كتير، تدرج وظيفي يا دينا، يعني مش منك لرئيس النادي دايركت، ما هو رئيس النادي ده لو عنده خبرة في 1 2 3 ممكن تيجي تكلمه في حاجة، لا هيقولك والله يروح لفلان عنده خبرة أكتر مني. الناس كمان عندها ما يكفيها من سواء نفسي، القائمة دي عندهم سواء نفسي والله العظيم غير طبيعي، أنا بحترمهم جدا وبقدر فيهم أنهم كفاءات وقامات كبيرة جدا، ولكن عندهم سواء نفسي يا دينا أنه غير طبيعي، أنه بيتقبلوا كل الأراء، بيتقبلوا كل النتائج، عندهم استعداد أن اللي مش هيحالفوا الحظ في الانتخابات هيشتغل من بره، إيه المشكلة يعني عادي، صار كده كده جاي يخدم نادي الزمالك مش ملهوف على الكرسي، فتمام الناس كلها هتشتغل وكل حاجة. فالإدارة فيها مهنية، فيها سيستم، فيها فكر مختلف تماما عن كل ما هو سابق، مريح تقدروا تطلعوا بأفكار، تطلعوا بكل حاجة أنتوا عايزينها يعني، وده هو ده اللي مطلوب، لأنه الزمالك كان بقاله فترة بيعاني من المشكلة دي، يعني صحيح. أنه ما يعني وان مان شو زي ما قلتي. العنصر النسائي يعني دايما بيبقى العنصر النسائي بالنسبة لي كعضو جماعة عمومية بيبقى عليه ضغط شوية، يعني بيبقى في مثلا أولياء الأمور الستات السيدات بيبقوا دايما بيروحوا للعنصر النسائي في مجلس الإدارة، وخصوص المشاكل خصوص مدربين خصوص قطاع السباحة خصوص قطاع اليد. بما أنك العنصر النسائي الوحيد في القائمة، إن شاء الله ربنا يوفقك وتنجح إن شاء الله في المجلس الجاي، اتعاملت إزاي مع المشاكل اللي انت أكيد سمعتيها مش لسه هتسمعيها، خصوصا المشاكل من نوعية اللي هو الناس اللي بروح للعنصر النسائي اللي في المجلس؟ صحيح، طول الوقت لما بروح نقعد مع اي قطاعات، طبعا انا قلت الموضوع ده وهفضل اقول، كل ما نقول ايه احنا هنبدا خلاص احنا وصلنا هنبدا من النقطه دي ان شاء الله، تلاقي نفسك تقعدي مع قطاع اخر تلاقي لا ده الدنيا لسه ابعد شويه، احنا بنرجع خطوتين ثلاثه كمان لورا، كل ما تلاقي ان في حته هتبداي منها تلاقي نفسك بترجعي خطوتين ثلاثه لورا. بتعامل مع العنصر النسائي، انا ام لطفلين فبتعامل معاهم اني ام، بعد اسمحهم عايزه اقول لك ساعات بيبقوا يعني متعصبين علينا قوي، مع ان احنا مش احنا لسه ما جيناش، احنا لسه ما جيناش، بس انا مش بتضايق خالص، بحس ان انا بسمحهم بروح الام، انه انا عندي ولاد، ما انا النهارده ما بقاش بدفع دم قلبي سواء في النادي او برايفت او كل الكلام ده، ولا ابني لا مالوش معاد في حمام السباحه، مالوش معاد في الملعب، المدرب بتاعه ما بيقبضش فما بيجيش، حمام السباحه نفسه او الملاعب غير مؤهله، غير ادميه، غير ادميه دي كلمه بجد والله مش بهول، غير ادميه. إيه لما تقول لي مثلا، لما تيجي تقول لي مثلا ايه
والله انا ابني وهو بيلعب مثلا الباتيناج بيقع على دماغه، اصل انت شايفه ده احنا اصل احنا حاطين سيراميك في النادي. فلما بسمعها كده انا مش مستغرب، ما انا اولادي بيلعبوا في النادي وفعلا بيقعوا على السيراميك، ده مش مكان خالص، النادي ما بتعملش فيه سيراميك. لما تقول لي شايفه حمام السباحه زي ما انا عارفه ان حمام السباحه غير ادمي، فكل حاجه انا لما بقعد اسمعهم بسمعهم بروح اني مرأة زيهم، بسمعهم بروح اني ام زيهم. المرأة داخل نادي الزمالك شويه امرأة يعني بجد كل اللي همامها اولاد، مش هتلاقيها بتدور على مش عارفه ايه وعلى مش عارفه ايه، لا ام بجد. هتلاقي الامهات داخل نادي الزمالك هم امهات بيفكروا في اولادهم مش بيفكروا في نفسهم. انا خدت بالي لما قعدت معاهم زي كل ام مصريه، زي امي وامك وام رامي، ام مصريه الهدف الاساسي عندها اولادها، فانا بسمعها بروح الام. ولو هي بتتكلم بروح المراه هسمعها بروح المراه، فقادره ان انا استوعبهم. والحقيقه مش انا لوحدي، عشان انا ما اقعدش اتكلم برضو ان انا لا، انا معايا محمد طارق والله العظيم بيقعد يسمع الناس، رامي، احمد خالد حسنين، كابتن هشام نصر، استاذ هاني شكري، استاذ عمرو ادهم، كابتن حسين السيد، استاذ هاني، كل الناس كل الناس، كابتن احمد سليمان، دكتور حسام المندوب، كابتن حسين لبيب، قادرين نستوعبهم. رغم بقول لك بيبقوا يا عيني من كتر اللي شايفينه بجد بيزعقوا متعصبين بحرقه، بس انا ما بشوفهاش انها متعصبه علينا، انا بشوفها انه بحرقه ام ولادها مش حاسه انهم لا المتوفر لهم الحاجات اللي تليق بيهم انهم بيلعبوا داخل نادي الزمالك، واحد من اكبر الانديه في مصر، واحد من اكبر الانديه مش في مصر بس، في افريقيا والوطن العربي والشرق الاوسط، حاجه المفروض الوضع يبقى مختلف. فبنسمع وشغالين على ده واحنا تحت امرهم.